قبل بداية الفيديو أصدقائي، لمن يرغب في شراء قناة على اليوتيوب مفعلة الدخل وفيها 1000 مشترك، ما عليك عزيزي سوى نشر فيديوهاتي. كما قلت لكم القناة متوفرة وفيها كل الشروط لتستلم أرباحك من خلال فيديوهاتي. لمن يرغب في القناة المرجو التواصل عبر الرقم الواتساب الذي يظهر في الشاشة أو ستجدونه في وصف الفيديو. مرحبا عشاق النجوم، أهلا بكم في قناتي. أعلنت جاك بيرك ديميرجي عن شكر. قبل الدخول في تفاصيل الأخبار لا تنسى الاشتراك في قناتي. حقق جاك بيرك ديميرجي نجاحا كبيرا مع سلسلة يمين، على الرغم من أن تصوير المسلسل قد انتهى منذ فترة طويلة، إلا أن الحلقات المتوفرة في المخازن قد انتهت للتو. أدلى جاك بيرك ديميرجي الممثل الوسيم أن مسلسل يمين الذي تم إصدار آخر حلقة له اليوم، قال في بيانه: لقد وصلنا إلى نهاية مغامرة استمرت 4 مواسم. أود أن أشكر كل من ساهم، وخاصة المشاهدين الكرام الذين لم يتركونا وحدنا في هذه الرحلة. أود أن أشكر فريقنا العزيز الذي يعمل بجد أمام الكاميرا وخلفها، ومخرجنا العزيز أيهان زين وسيركان علي، صداقتهم وأخوتهم ومعلميهم وصبرهم وحبهم، وشركة الإنتاج كراميل برودكشن. نراكم في مغامرة جديدة.